ما هي سرائر الله؟ هناك أسرار وحقائق خفية من اختصاص الله وحده، وليس للإنسان أن يبحث فيها أو يفهمها، وهناك أمور أعلنها الله للإنسان. إذ نقرأ في سفر التثنية الإصحاح 29 والآية 29: السرائر للرب إلهنا، والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد، لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. يرى الإنسان بعضاً من هذه الأسرار في الكون وفي حياته اليومية، ويعلن له بعضها في وحيه المقدس ليؤمن بها ويعمل بموجبها تنفيذاً لوصايا الله وشرائعه. تحدث بولس الرسول عن هذا الموضوع في رسالته لأهل روميا الإصحاح 11 والآيات 33 إلى 36، قائلا: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. في الآيات السابقة رأينا بولس الرسول يشرح كيف أن الله قبل اليهود ورفض الأمم، ثم قبل الأمم ورفض اليهود، ثم يقبل اليهود أخيراً. وأخذ بولس الرسول يفكر في حكمة الله، فرأى أنه لن يمكنه فهم خطة الله ولماذا فعل ذلك. وبنفس المنطق، ليس من حقي أن أتساءل: ما هي حكمتك يا رب في هذا الأمر أو ذاك؟ هل فلان سيخلص أم لا؟ لا تفكر، فحكمة الله أعلى من كل أفكارنا. ولا تفكر لماذا سمح الله بهذه التجربة، فقط قل: أن من المؤكد أنها للخير حتى مع عدم فهمنا. ولنضع قول السيد المسيح لبطرس كما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 13 والآية 7: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. هكذا نسمع أن أفكار الله تعلو عن أفكارنا كما جاء في سفر إشعياء الإصحاح 55 والآية 8. عموماً، يصعب على الإنسان أن يفهم كل أحكام الله وأن يدرك كيف يسير الأمور ويوجهها ليحقق الخلاص للبشر. فبولس أكثر من عرف عن أسرار الله يجلس هنا كمن لا يفهم ولا يستطيع إلا أن يمجد الله على عمق أحكامه. استقصاء تعني فهم وتبين كل الجوانب، فكل شيء عار أمام الله. أما لي فأنا أعرف بعض المعرفة، الله فاحص القلوب والكلى، أما أنا فلا أعرف سوى الظاهر أمامي. مثال: إذا رأيت إنساناً طيباً أقول أن الله عليه أن يزيده مالاً وصحة، وهذا لأنني أحكم بمقياس مادي، وأجد الله يجربه ويبتليه، لأن الله يعلم أنه لو زاده مالاً لضاعت منه فرصة خلاص نفسه. فحسابات الله غير حساباتي، فحسابات الله السماوية. الله يريد أن يكمل عبيده، وقد يكون هذا بالآلام، وهذا ما حدث للمسيح نفسه كما جاء في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح 2 والآية 10. فكم بالأولى لنا نحن البشر؟ يكمل بولس الرسول قائلاً: لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيراً، أو من سبق فأعطاه فيكافأ. من سبق فأعطاه فيكافأ تعني من الذي أعطى الرب أو أقرضه شيئاً حتى يكون من حقه أن يأخذ مكافأة في مقابل عطائه لله. وبهذا فإسرائيل ليس من حقه أن يسأل الله: لماذا تركتني؟ إذ رفع الله رحمته عنهم، فالله ليس مديناً لهم
وليس من حقي أنا أن أسأل الله لماذا سمحت بهذا أو ذاك، وليس من حقي أن أطالب الله بشرح كل ما يسمح به من مواقف، فالله ليس مدينا لأحد. ثم يختم بولس هذا الإصحاح قائلا: لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد، آمين. إن الله يحكم كل الأشياء لأنه هو الذي خلقها جميعا بحكمته، ولأجل مجده تهتف وتتجه كل المخلوقات، فله يعطى كل المجد إلى دهر الدهور، آمين. إذا سأل أحد لماذا كانت خطية عخان بن كرم سبب نكبة للشعب كله، فالإجابة أن حكمة الله تعلو عن أفهامنا، والله له أسراره التي لم يعلنها لنا، ولكن ما أعلنه كاف لخلاص نفوسنا وكاف ليساعدنا في حياتنا، وما أخفاه عنا هو أيضا لصالحنا أن يظل خافيا. لذلك لا يجب أن يعارض الإنسان الله وأحكامه حتى إن أعجز عن إدراكها بعقله البشري. ولنذكر قول السيد: إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، كما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 16 والآية 12. آمين.